أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في فقرة جديدة من قرآنيات. حيرانين، حيارة، حيرة في حيرة. آيات في القرآن بتجيب لنا حاجات ما احناش عارفينها، لا المفسرين عارفينها ولا محمد بيقولها ولا المسلمين بيعرفوها ولا بيقولوها لحد، وعمالين بنضرب أخماس في أسداس. خلينا نرحب الأول بالأخي مالك. ازيك يا أخي مالك؟ أنا حيرانة يا أخي مالك. تفضلي يا أخت فرحة. في آية في سورة الأنبياء بتقول وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إسماعيل بنعرفه وإدريس بنعرفه، على فكرة إسماعيل وإدريس دول أجدادي برضو، جدي من أبويا وجدي من أمي. وذا الكفل كل من الصابرين، إحنا حيرانين مين ذا الكفل ده؟ فعلا أخت فرحة، مثل ما تخبرت المشاهد، عنا آية في سورة الأنبياء 85 بتقول أني وذا الكفل. ذا الكفل إذا رحنا على التفاسير لنتعرف عن شخصية ذا الكفل بنتفاجأ بشخصية مجهولة. عنا مجموعة كثيرة من الاحتمالات، طيب 4 احتمالات وحتى الرابع في عنده احتمالات. اتفضل. بمعنى شيء 8 احتمالات على الأقل. الاحتمال الأول أن ذو الكفل هو نبي من بني إسرائيل مجهول الاسم، أوحى الله إليه أنه سيقبض روحي، فطلب من الناس أن يا جماعة مين بتكفل أن يعني يواظب على الصلاة ويقضي الناس بالعدل فأن يأخذ الملك. تقدم شخص فقال له أني أنا مهيئ لهذا الموضوع وتكفل بالصلاة، عشان كده سمي ذو الكفل. في عن احتمال آخر رقم 2 بقول إني شخص كافل أن يصلي كل ليلة 100 ركعة إلى وفاته والتزم في هذا العهد. برضو ده احتمال ولكن مجنون. مجموعة آخرين قالوا شخص صالح لقبه ذو الكفل، ولكن ما حددوا لنا لماذا سمي ذو الكفل ومن هو هذا الشخص الصالح. أيوه. القول الرابع أني قالوا لا، ذو الكفل هو نبي، هو نبي معروف. طيب يا جماعة مين هو هذا النبي المعروف؟ زيدونا معرفة. ففاجأونا المفسرين أن متخبطين بمن هو النبي، البيضاوي وآخرين بيقولوا هو إلياس. الاحتمال الأول. مروح عند البيضاوي كمان وآخرين بيقولون لا، ربما هو زكريا. شخص آخر كمان عند البيضاوي وآخرين أنه هو أكيد يوشع. والبعض آخرين بيقولوا لا، هو أليسا، هو أليسا المقصود فيه أليشا. هذا الاحتمال الرابع. وفي عنا مصدر عربي بتذكر دائرة المعارف الإسلامية، دائرة المعارف الإسلامية في موضوع ذو الكفل بتقول أن في روايات عربية بتقول أن ذو الكفل هو الشخص اسمه بشر بن أيوب. هو في نبي اسمه بشر بن أيوب؟ لا، هي الدائرة لا تتبنى هذا الطرح، ولكن تقول أن في مصادر عربية ذكر بأن ذو الكفل هو بشر بن أيوب وأن الله اختاره ليكون نبيا على الشام. طيب يبقى لا هو إلياس ولا هو زكريا ولا يوشع ولا 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 أليسع. ده احنا اللي اتلسعنا يعني في الموضوع كله. طب انت رأيك ايه اخي مالك؟ شوف انا توقعاتي اخت فرحة ان ربما يكون هو شخصية يهودية، محمد تعلم اسمه من اليهود في المدينة، ولكن محمد سمع المعلومات بشكل غلط وخاطئة وقدمها للمستمعين المسلمين، وكان من سوء الحظ أن المسلمين ما سألوا ماذا يقصد بذو الكفل. يعني الطريف أن ما حدا من المسلمين الأوائل سأل محمد يا محمد من هو ذو الكفل، وحتى كمان مفسرين الأوائل ما ساعدونا بأن يوصلونا للجواب الصحيح. يعني محمد دايما يقول الحاجة والمسلمين سمعا وطاعا من غير ما يستفسروا. بس يا أخي مالك ما فيش في الكتاب المقدس بيشير لحد عمل كده خالص. لا، نحن ما عندنا أبدا في الكتاب المقدس. وبالمناسبة حتى ما يقول ربما يجي شخص مشاهد يقول طيب ربما ذو الكفل شخص غير موجود في الكتاب المقدس، بحثنا عنه في مصادر تاريخية أخرى قديمة لم يذكر لدينا أي شخصية كانت تلقب ذو الكفلي أو الكفلي أو ما شابه. يعني بحثنا بأكثر من مصدر قديم لم نجد. فهذا الاسم إما كان محمد سمعه غلط
وأما بالنسبة له تهيأ له هذا الاسم أو ربما ألفه لتقديم يعني معرفة، ادعاء معرفة للمستمع المسلم. حيرتنا أخي مالك زي ما محمد حيرنا. بشكرك أخي مالك، نشوفكم في فقرة جديدة من قرآنيات.